وفرصه بقى نتعرف على اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وفروعه المختلفه من خلال زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم. هنا موجوده حاليا في فرع النادي الاهلي بالجزيره. يا صباح الخيرات يا هنا، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الاهلي، وزي ما عودناكم دايما هننقل لكم كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وفرقه الرياضيه المختلفه. خلونا في البدايه نبدا بالفريق الاول لكره القدم. النهارده الفريق هيواصل تدريباته، تجمع الفريق هيكون الساعه 2 الظهر، استعدادا بقى طبعا لمباراه غدا امام فريق الداخليه. المباراه هتكون الساعه 5 مساء. يعني فريق كان استأنف تدريباته امس بعد راحه سلبيه لمده 24 ساعة. وخلوني بقى اكلمكم اكتر عن مران امس. في بدايه المران خاض الفريق تدريبات بدنيه في صاله الجيم، بعد كده اجتمع اللاعبين مع الجهاز الفني عشان بقى يحدثوهم عن بعض الامور المتعلقه بالفتره القادمه والمباريات القادمه، بعد كده خاض الفريق تدريبات فنيه في الملعب. يعني ده فيما يخص اخبار التمرين. كمان بقى خليني اقول لكم انه على هامش المران واصل اللاعب رامي ربيعه واللاعب اليو ديانج برنامجهم التاهيلي، خاضوا ايضا بعض التدريبات البدنيه في صاله الجيم، وكمان كان في جزء خاص بجري حول الملعب. كمان بقى خليني اقول لكم انه اللاعب محمد عبد المنعم اجرى امس جراحه في الانف، يعني طبعا هيغيب عن التدريبات لمده 5 ايام. بعد 5 ايام هيرجع بقى للتدريبات مره ثانيه لكن منفردا، وان شاء الله في خلال اسبوعين هيرجع ينضم للتدريبات الجماعيه. طبعا بنتمنى له الشفاء العاجل، ان شاء الله بقى يرجع في اقرب وقت يشارك ويدعم صفوف الفريق. كمان بقى خلونا نروح ناشئين كرة القدم. وفريق 2006 قدر يحقق فوز على فريق سيراميكا كليوباترا، وبكده يكون تأهل لنصف نهائي بطولة كاس مصر. يعني الحقيقة هم متصدرين مجموعتهم، فازوا في جميع المباريات. لكن في البداية خليني أكلمكم أكتر عن مباراة أمس. فازوا على سيراميكا كليوباترا برباعية نظيفة، وأحرز أهداف النادي الأهلي هدفين اللاعب هشام مصطفى واللاعب محمد أحمد سعد وأيضا اللاعب محمد شريف. بكده زي ما قلت يكون رفع النادي الأهلي نقاطه ل9 نقاط. قدروا يفوزوا على حرس الحدود بنتيجة 2-0، على سموحة بنتيجة 1-0، وعلى سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4-0. بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق، وإن شاء الله بقى يقدروا يحسموا البطولة لصالحهم. ده فيما يخص أخبار كرة القدم. خلونا بقى ننتقل للألعاب الأخرى ونبدأ بكرة السلة. رجال كرة السلة غدا هيكون عندهم أولى مبارياتهم في دور ال 16 من بطولة دوري المرتبط. المباراة هتكون أمام فريق هليوبلس. يعني الحقيقة إنه رجال كرة السلة ماشيين بخطة ثابتة جدا في بطولة دوري المرتبط. المباراة الأولى زي ما قلت هتكون غدا، والمباراة الثانية هتكون يوم 5 نوفمبر. بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق. يعني خلوني أفكر مشاهدينا طبعا إن هم فازوا في جميع المباريات في الدورة المجمعة الأولى وأيضا الدورة المجمعة الثانية، إن شاء الله بقى أيضا يكملوا بنفس الأداء ويحسموا البطولة لصالحهم. أما عن سيدات كرة السلة فغدا هيكون عندهم مباراتهم الثانية أمام فريق مصر للتأمين في دور الثمانية من بطولة الدوري المرتبط. بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق. خلوني برضو أذكر مشاهدينا أن هم قدروا يحسموا المباراة الأولى لصالحهم أمام فريق مصر للتأمين بنتيجة 88-36. قدموا الحقيقة مباراة كبيرة جدا، كانوا مسيطرين على المباراة منذ بدايتها حتى نهايتها. إن شاء الله أيضا غدا يقدموا نفس الأداء. استكمال الحديث عن الألعاب الأخرى خلونا بقى ننتقل لكرة اليد، وبالتحديد رجال كرة اليد أمس قدروا يحققوا فوز على فريق البنك الأهلي بنتيجة 34-23. المباراة كانت بتقام هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة على صالة الأمير عبد الله الفيصل. رجال كرة اليد عملوا مباراة كبيرة جدا، قدروا يحسموا الشوط الأول لصالحهم بنتيجة 18-6، والشوط الثاني والمباراة زي ما قلت بنتيجة 34-23. ده ضمن منافسات بطولة الدوري. كمان الحقيقة المباراة اللي قبلها رجال كرة اليد كانوا بينافسوا فريق تشامبيونز الرحاب في بطولة كاس مصر، وقدروا أيضا يحسموا المباراة لصالحهم بفرق سكور كبير، يعني حسموا المباراة بنتيجة 39-13. بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق فيما هو قادم. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للعبة كرة الطايرة. ورجال كرة الطايرة بيستمروا في الإعداد للموسم الجديد بقوة. خاضوا أمس مباراة ودية أمام فريق طلائع الجيش، قدروا يحسموها لصالحهم بنتيجة 3-1. كمان كان قبلها خاضوا
عنده أيضا مباراة ودية أمام فريق سموحة وأيضا حسموها لصالحهم بنتيجة 3-0. ده طبعا كله ضمن الإعداد للموسم الجديد اللي خلاص يعني هيبدأ خلال أيام. المباراة الأولى لرجال كرة الطايرة هتكون يوم 5 نوفمبر أمام فريق بنها. كمان سيدات كرة الطايرة أيضا بيستعدوا جيدا للموسم الجديد، أول مباراة ليهم هتكون يوم 7/11 هتكون أمام فريق الزهور، وتاني مباراة هتكون أمام فريق الزمالك وهتكون يوم 11/11. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق هم وكل الفرق الرياضية المختلفة داخل النادي الأهلي. أخيرا بقى خلونا نروح للعبة تنس الطاولة، وكابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي أمس أعلن التجديد للاعب شادي مجدي لاعب تنس الطاولة، طبعا هو مصنف الأول في مصر حاليا، وأيضا اللاعب محمد البيلي، يعني تم التجديد التعاقد مع اللاعبين لمدة 4 مواسم. بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق. طبعا زي ما احنا عارفين هم تألقوا بشكل كبير جدا مع النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني، بنتمنى لهم بقى كل التوفيق في الموسم الجديد وإن شاء الله يستمروا بنفس المستوى. يعني يا كريم ويا هوندي، دي كانت أبرز أخبارنا النهارده في فقرة أخبار النادي. طبعا معاكم لو عندكم أي استفسارات، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. شكرا جزيلا ليكي زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم، كالعاده يعني كل زميلتنا الحقيقه بيعملوا شغل اكتر من ممتاز، ما بيدوكيش مساحه قوي ان انت تسالي المزيد من الاسئله. كل اي حد اسمه مرتبط بالنادي الاهلي او قناه الاهلي، معلش بقى وسع بقى الموضوع يا سيدي.